خلق الحركية والديناميكية اللازمة لإنشاء المؤسسات المصغرة في كل بلدية بما يتماشى ومتطلباتها وخصوصيتها هو ما تسعى إليه الجماعات المحلية عن طريق رؤساء البلديات لدعم الشباب المستثمر من خلال خارطة أنشطة متعددة يمنحها الأميال للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. هو دور توجيهي بالدرجة الأولى، نقدروا نوجههم للمصالح المعنية ليقدروا يتصلوا بهم ويلقوا الأبواب مفتوحة. أما بالنسبة للبلدية بالدرجة الأولى، احنا رانا في المرحلة الأولى بالنسبة منذ تولينا المنصب، كنا حسينا بالدرجة الأولى لدعم الشباب. أول شيء عندنا مشكل العقار، رانا نحاولوا بشتى الطرق لتحويل جميع العقارات سواء تاع الدولة جعل الملكية ملكية بلدية بالدرجة الأولى، من خلالها راح نديروا مراحل أولية وهو استقطاب أكبر عدد من الشباب اللي حاب يستثمر وخاصة في المجال الاقتصادي، لأن الهدف ديالنا في السنوات القادمة بإذن الله جلب أكبر عدد من الشباب اللي حاب يستثمر. الهدف ديالنا هو لا روسات تاع البلدية تكون أكبر، لأن رانا نشوفوا فيها في التنافس مستمر من عام لآخر. الاعتماد على المقاربة الاقتصادية في إنشاء المؤسسات المصغرة في البلديات مع جلب أكبر قدر ممكن من الشباب المستثمر وتكوين شركات في حدود ما يسمح به القانون. بعد الإصلاحات التي قامت بها الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة على جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سابقا، حيث غيرت ترسانة قانونية لهذا الجهاز وأصبحت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية التي أصبحت تعتمد على المقاربة الاقتصادية في إنشاء المؤسسات المصغرة. هذا يعتمد على خارطة الأنشطة التي تمنحها الجماعات المحلية عن طريق البلديات ورؤساء البلديات. هنا نتجه إلى المقاربة الاقتصادية بالاستثمار الموجه عن طريق تمويل المؤسسات بما يتماشى مع متطلبات البلدية وخصوصية تلك البلدية. رفع الموارد المالية للبلدية أضحى اليوم أحد أبرز الآليات التي يعتمد عليها رؤساء البلديات لإيجاد مصادر مالية جديدة للخزينة والدفع بالعجلة الاقتصادية.